ومن إقليم البحيرة إلى إقليم كانم، حيث قامت بعثة من الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة الأمين العام للحركة محمد زين بادا بزيارة إلى مدينة ماو، وتهدف الزيارة إلى تقديم يد العون للمتضررين جراء الحريق الذي اندلع بالسوق المركزي. ديجا محمد الحاج والتفاصيل. الثلاثاء 7 مارس في الشهر المنصرم اندلع حريق في السوق المركزي لمدينة ماو حاضرة إقليم كانم، مما سبب خسائر هائلة للتجار. وبهدف مساندة هؤلاء التجار قام وفد وعلى رأسهم أمين الحركة الوطنية للإنقاذ محمد زنبدة وأعضاء المكتب السياسي وبرفقة رئيس حزب التجمع من أجل التقدم الديمقراطي RDP محمد الله تاهر والممولين الاقتصاديين ممثلهم أبكر محمد طاهر لتقديم العون والوقوف بجانب الضحايا، حيث ابتدأت المناسبة بعدة مداخلات منها الكلمة الترحيبية من قبل أمين عام الحركة الوطنية للإنقاذ فرع مكتب ماو شاكرا فيها الحضور لهذه البادرة الجميلة. كما أضاف المداخلون خلال المناسبة عن المشاكل الأساسية التي يعاني منها التجار في المنطقة لانعدام سوق مركزي حديث، وكذلك عن سوء إدارة البلدية وعدم وجود بئر ارتوازي في السوق. أما بالنسبة لأمين الحركة الوطنية للإنقاذ فقد أشار في كلمته بأن هذه الزيارة التفقدية جاءت لمواساة ضحايا الحريق. أخوانكم أنا RDP نردك لمو جابوا لكم مساعدة. اليوم أخوانكم أنا MPS لمو هناك في جميع الكوادر والتجار هم كلهم جابوا لكم مساعدة. المساعدة جابوها لكم دي 20 مليون. أنا فرانك سيفا. ولا يمشي في دنا حكومة. ولا يمشي في دنا لمري. يمشي في دنا أنتم ناس السوق. لجنة تكونوا هني بس نسلم كلها هني قدام الناس. لجنة تكونوا نار من أنتم تخطوا دولتين قدامكم يجي يستلم يستلم القروش ده أم باكر كيف توزوه أنتم تعرفوا. لكن المسؤول هنا السوق البلدية. ودوروا منكم تقوموا فوق. RDP و MPS و علي اغا بكل في اني نتينين بس لكن ناس اخرين كل ما انا هيني في بارتي اخرين كل انا هيني في العلي ما انا كل في دميتو فوق لي بريزيدان شولتي في اول تور مرقتونا من همبولدا اليوم كان مرجع اني نكون نغوف معكم شان نوصفك بكونا كوماني ساب وبفكر فوق كل يوم ان شاء الله مارشي مودرن الكولتودا كان باي طريقه RDP ما MPS بس لما مستوى ده ما يقدر يسوي مارشيوا. ونشير بأن مدينة ماو التاريخية قد شهدت حريق في سوقها المركزي عدة مرات، مما سبب خسائر بمبلغ حوالي 1 مليار فرنك إفريقي وقرابة 795 ضحية حتى الآن. لذا فإنهم طالبين من الحكومة التشادية بإنشاء لهم سوق مركزي حديث.